شغلتني الحياة وجريت ورا الدنيا ونسيت كتاب الله علشان حاجات تانية. شغلتني الحياة وجريت ورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيه الحل؟ نعمل إيه؟ كل يوم في جرح من جرحات المسلمين بينزف، نعمل ايه؟ كل شوية حد يسألني ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الحل؟ انا شايف ان السؤال ده غلط، السؤال ده بيتسئل غلط، ما اسموش الحل، اسمه ايه العمل؟ انا دوري اعمل ايه؟ في ناس بتبقى عايزة ان احنا نقوم الصبح يندوس كليك كل حاجة تتغير، وممكن يكون عنده نوع من انواع التفاؤل لان النصوص اتت بكده، كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن انا عايز حضرتك تدور انا دوري ايه في الواقع ده، انا غيره ازاي، دوري انا المحدود حسب دايره او نطاق تاثيري، سواء دايره محدوده او دايره كبيره، اعمل ايه؟ تعال نشوف الاول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه. صلى عليه. حديث جميل قوي، حديث النعمان بن بشير في مسند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ستكون فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون. بيقول الصحابة هيبقى فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون، حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة أيام سيدنا أبو بكر وأيام سيدنا عمر وأيام سيدنا عثمان وأم سيدنا علي، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم يكون ملكا عاضا. الملك العضوض هو الذي يعض عليه بالنواجذ اللي حواليه دم وخلافاته، ثم حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم يكون ملكا جبريا. الملك الجبري الذي يساق بالشرط، الذي يساق بالجند، ثم يكون ملكا جبريا حتى إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن اللي جاي خير إن شاء الله، بس إحنا لازم نفهم يا جماعة إن في حالة من الصراع دائمة منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى آخر الخليقة، في صراع دائم بين الحق والباطل، في صراع مرير لا ينفك، وده مسلك وطريق كل الأنبياء من أول سيدنا آدم مرورا بسيدنا إبراهيم لغاية سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، تمام؟ ولكن الله سبحانه وتعالى حطلنا قانون ودستور في القرآن في سورة النور. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، ها، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني إيه يعبدونني؟ الجملة الفعلية دي إعرابها حال. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى سيعطي التمكين وسيبدلهم بعد خوفهم أمنا ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، سيعطي المين للي حالهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مش يعبدونني بس، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى أثبت العبادة لأناس وأقوام ضلوا. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف القرطبي قال شرط، فيها أربع أقوال. أنا الإمام القرطبي قال شرط، يعني إيه على شرط؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه بي 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 بيعطي، لا منع عنه يمنع،
لا غلط 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 كبير، مع ان الله سبحانه وتعالى اثبت له بالفعل المضارع يعبد، له قسط من العباده اهو، بس بيعبد الله على ايه؟ على حرف. هذه عباده ناقصه، بياخد خطوه ويرجع تاني، يتعلم حاجه ويرجع تاني، تبدا في حلقه تجويد وترجع تاني، يعمل جروب على الواتساب ويبدا يذكر الناس كل يوم بحاجه، يوم اتنين اسبوعين ثلاثه عشره وتفقد نشوتها الأولى، وبعدين يرجع تاني وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام حافظ لمدة 23 سنة على جلسة تربوية مع شيخه سيدنا جبريل، كان يأتي يدارسه القرآن 23 سنة، سليم تعبان محارب عابد كل أحواله محافظ على الجلسة بتاعته، لأن ده الإمداد بتاعه. لازم يا جماعه يبقى في حاجه اسمها دعائم السبقات، لو انت ما خدتش الاوراق بتاعتك كل يوم، لو انت ما زدتش كل يوم، لو ما فيش ايه تذكرك بمعنى معين بالاخره، لو ما فيش حديث بيذكرك بنص معين، لو ما فيش كلام، انت هتقع، لازم هتقع. مش الفكره في ان انت قعدت قد ايه، الفكره انت اتبنيت قد ايه. الصحابه اللي فضلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام يتربوا من اول ما النبي عليه الصلاه والسلام بدايه البعثه قعد 13 سنة في مكة، وبعدين الصحابة اللي هاجروا معاه للمدينة، والصحابة اللي هاجروا معاه مع الأوس والخزرج كانوا في غزوة بدر 314، عدد ضئيل جدا، وفضلوا يتربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وسط الطحن لغاية عام الوفود. لما جت الوفود للنبي عليه الصلاة والسلام وفي حجة الوداع نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن 124 ألف صحابي، 124 ألف صحابي، ودول كام؟ 300-400 كانوا في عمرة القضاء، 1400 ألف واحد، ودول 124 ألف واحد بقالهم سنة، ودول مع النبي عليه الصلاة والسلام بقالهم سنين. لما النبي عليه الصلاة والسلام توفي دول ارتدوا ودول شالوا الإسلام. ليه؟ لأن دول صنعوا على عين النبي عليه الصلاة والسلام، اتصنعوا على عينه، كانوا ثابتين وكانوا أقوياء. القوة دي يا جماعة مش في الحق بس، في ناس كانت أقوياء في الباطل. قوم فرعون قالوا لسيدنا موسى وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أنا مش هؤمن بك خالص. ثبات قوة، حتى لو عدت منك مرة أو اتنين. يعني النهاردة الكتائب المشهورة قوي، كتائب عز الدين القسام، عز الدين القسام ده يا جماعة كان طالب علم أصولي، شيخ فقيه، في أول مرة ينزل في لقاء مع في قتال، اول ما الرصاص اتضرب لف ورجع تاني. عز الدين القسام لف ورجع تاني. لما لف ورجع تاني قال والله لن اعيدها، وما نزل منزلا ولفت راسه مره اخرى. حديث جميل قوي في مسند الامام احمد، ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لما سئل اي الشهداء افضل يا رسول الله، قال الذين ان يلقوا في الصف لم يلفتوا وجوههم، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، ومن ضحك إليه ربك فلا جناء فلا حساب عليه. إن في ناس بتبقى عايزة تعيش دور البطولة، يا إما هو الشخص البطل الأسطورة في الإسلام اللي بيشار إليه البنان، يا إما قاعد مهمل مهمل في مكان كده ما بيعملش أي حاجة، يا إما ده يا إما ده. الله سبحانه وتعالى قال في هذا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو ايه؟ كل على مولاه، ما بيعملش حاجة، أينما يوجهه لا يأتي بخير، صفر، إنسان صفر. لا هو مش صفر، هو سالب، لأنه كل على مولاه، هو اتكالي، هو هم على من حوله، إنسان صاحب اتكالية مطلقة على المجتمع، أصل الواقع، أصل الظروف، أصل المجتمع. أصل العظماء يا جماعة لا يظهرون إلا في أوقات الجفاف، العظماء لا يظهرون إلا في الأوقات دي، العظماء لا يظهرون إلا في الأوقات ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيلف على الأقوام في الحج يقول لهم من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا عصت الله ورسوله. كان ماشي يقول لهم من ينصرني، من يحملني، محدش كان بيحمله، لغايه ما راح لبني شيبان قوم مسنة بن حارثة الشيباني وعرض عليهم الاسلام، قالوا له محمد انما جئت به حسن، ولكن بيننا وبين كسرى عهد، ف
فإن نمنعك في داخل جزيرة العرب، أما في خارجها فبيننا وبين كسرى عهد، وما أتيت به يكرهه الملوك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أحسنتم إن صدقتم، ولكن لن يقوم بهذا الدين أحد إلا من أحاطه من جميع جهاته. إن في واحد كده يا جماعة بيحترق من أجل الإسلام النهاردة، هم الدين مسيطر عليه، واحد بيحترق من أجل إن الإسلام يرتفع في حتته في مكانه في دوره. دورك إن أنت تصلح من نفسك، وإن أنت تفضل على الطريق إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى، إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى فتح من عنده. دورك إن أنت تبقى فاضل على الطريق. طب وأنا هعمل إيه؟ طب ما أنا وحش وأنا مسلم. ومين قالك إن أنت لازم تبقى ملاك أو قديس أو صديق عشان تبقى تعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ من قال لك هذا؟ هو لا يعمل إلا لدين ربنا إلا الملائكة أو اللي ملهمش ذنوب؟ كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب مشاكل، ولكن كلنا بنحاول. يعني سيدنا عكرمة ابن أبي جهل كان في معركة اليرموك، وده أبو جهل. سيدنا عكرمة كان من الأشداد على الإسلام قبل أن يسلم. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، سيدنا عكرمة في معركة اليرموك ودخل الروم فسطاط سيدنا خالد بن الوليد وكادوا أن يفتكوا بامرأته، كسر غمد سيفه وتبايع هو 70 على الموت. سيدنا خالد قال له يا عكرمة أمسك، إنك إن قتلت سيكون قتلك على المسلمين شديد. قال له يا خالد إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، قد كنت أنا وأبي أشد الناس يوما على رسول الله من أجل اللات والعزة، أفأجبن بنفسي عنه اليوم؟ لا والله. ودخل فشاط في الرمح. الفكرة يا جماعة إننا أحقق عبودية الله سبحانه وتعالى فيها في هذا الموقف. إحنا مش ممكن إن إحنا نقوم من النوم كده الله سبحانه وتعالى كل حاجة تتظبط وكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى ينتصر من الظالمين ويهلك أعداء الإسلام. ربنا كده ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. دورك إن أنت تصلح نفسك، دورك إن أنت تصلح ممن حولك. أنت دكتور في الشغل بتاعك، أنت صيدلاني، أنت في مصنعك، أنت في الأتوبيس، أنت دورك لا تحقر من المعروف شيئا. الرسالة اللي أنت بتبعتها كل يوم على الواتساب دي ده خير ما توقفوش، البوست اللي أنت بتكتبه ده خير ما توقفوش، العمل الخير اللي أنت بتعمله ده خير ما توقفوش. دي لبنة. النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد من الوحي، المؤيد من الوحي، قال إنما أنا لبنة، أنا لبنة، مش لازم أنا أقوم بدور كل حاجة، لبنة، ولكن في كل أن يطلع الله عز وجل على قلبك فيراه يتألم كمدا مما يحدث للمسلمين. كان نور الدين محمود زنكي، وهنختم بيها إن شاء الله. نور الدين محمود زنكي كان قائد المسلمين في حلب، والصليبيين نزلوا دمياط، رؤية في وجه الحزن، وكان راوية من رواة الحديث بيروي حديث مسلسل بالتبسم. يعني ايه مسلسل بالتبسم؟ الحديث المسلسل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا بصفة معينة فيأخذ منه الصحابي بنفس الصفة، فياخذ التابعي الكبير بنفس الصفة فياخذ التابعي الصغير بنفس الصفة، مسلسل بالمصاحبة بالتسليم بالأولية. المهم ده حديث مسلسل بالتبسم، النبي عليه الصلاة والسلام قاله وتبسم. فجي الدور على نور الدين محمود، فايه لم يتبسم. قالوا له تبسم حتى تتم سلسلته. قال والله اني لا استحي من الله ان يطلع على قلبي من فوق سمواته فيراني اتبسم والصليبيون يعيثون فسادا في دمياط. هو ده المطلوب. في فرق بين انت مطلوب ان قلبك يبقى يشعر بايه وان انت تعمل ايه. كن على الجادة حتى إذا يأذن الله عز وجل بفتح من عنده نكن من أهل الطريق. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحياة وجريت ورا الدنيا ونسيت كتاب الله علشان حاجات تانية، وانا بقلب الصفحات تيجي في بالي حاجات اسرح انا في